للأسف رغم ما يمر به العراق من شدائد واستهداف حكومي، إلا أن النزاعات العشائرية مستمرة. خلافات تتطور إلى مسلحة بين عشيرتين وتهجير 90 عائلة من منازلها، بينهم ما يزيد عن 400 طالب تركوا الدراسة بسبب الاقتتال بين هاتين العشيرتين. السؤال الذي لا بد منه هنا: أين القوات الحكومية؟ لا علاقة لها بالأمر. أين الأجهزة الحكومية الأخرى؟ ربما كانت مشغولة بتأمين مقرات انتخابية أو تأمين وحماية شخصيات تسعى هذه الشخصيات إلى كسب مقاعد في البرلمان القادم. أما المواطنون فليقتتلوا ليستمر مسلسل التدهور الأمني في البلاد للأسف.